استأنفت العيادات الطبية عملها بمكة المكرمة والتي تصل لإحدى عشرة عيادة طبية، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والتمريضية لهم على مدار الساعة. وجاء ذلك بعد أن أنهى ضيوف الرحمن أيام التشريق بمنى متوجهين لطواف الوداع. والله أحسن رعاية، ربنا يبارك لكم ويسعدكم الدنيا وآخرة. أنتوا خدمتونا خدمتونا وشفتوا مصالحنا في المخيمات، كنتوا واقفين لنا وفي ركوب العربيات، من حافظتوا علينا من الزحمة، والعلاج ما فيش بعد كده. شكر وثناء، شكر لله لا أداء فريضة الحج، بطمأنينة ويسر وثناء لما قدمه أطباء البعثة الطبية من جهود مضنية على مدار الساعة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بل والوقاية كافة خلال الرحلة المقدسة. فالبعثة الطبية المصرية استأنفت عملها بعد يوم التشريق الثاني بعيادتها بمكة المكرمة لاستقبال ضيوف الرحمن لتقديم الخدمات العلاجية والدوائية لهم على مدار الساعة. احنا عدينا عشان نتأكد من التزام الفريق الطبي اللي موجود، ولقينا كل الأطباء في جميع العيادات متواجدين، وكان في عجز في بعض الأصناف من الأدوية. فطبعا معنا فريق الصيادلة بصراحة اللي بيشتغل على مدار 24 ساعة، ودى وزع الحاجات اللي ناقصة، النواقص كلها بقت موجودة دلوقتي حاليا في كل العيادات. فالحمد لله كل العيادات فيها جميع الأدوية والمستلزمات، ما فيش أي نواقص فيها. في تردد شايفينه كتير عشان طبعا الناس راجعة بعد المشاعر وبعد المجهود. وفرنا فحص الكورونا الرابيد أنتيجين، وكنا جايبينه معانا مصر وإحنا جايين، وفرناه في كل العيادات. وفي الحالات اللي بتستدعي ان احنا نعمل لها فحص الكورونا بنعمل لها فحص الكورونا. في المستشفيات 25 حالة تم حجزهم، خرج منهم 11 حالة وباقي 14 حالة في المستشفيات، حالتهم الحمد لله كويسة وفي تحسن، وتم الإجراء الطبي ليهم والجراحي، بس هم تحت المتابعة في المستشفيات. كما تم تزويد العيادات كافة بالمستلزمات الطبية والدوائية التي تتوافق مع طبيعة الحالات المرضية لهذا الحدث الجلل. جهزنا كل الحاجات الخاصة بالتفويج بتاع الحجاج من المينا، الحاجات الخاصة بالألام، العظم، الإسهال، كل الحاجات الخاصة العدوى البكتيريا اللي تقدر تعالجهم بها، الحمد لله وفرناها. الحالات معظمها إجهاد ونزلات برد نتيجة للجهد البدني لضيوف الرحمن خلال الرحلة المقدسة. ألم في العضلات نتيجة المناسك، وأزمات تنفسية من الإجهاد اللي حصل في الحج، وبعض الالتهابات في العيون، وطبعا من المشي المتواصل طبعا فحصل ألم في القدمين، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نتعامل مع كل الحالات. قبول واستحسان من قبل الحجاج لما يقدم لهم من خدمات علاجية على مدار الساعة. بصراحة دي كذا مرة جيت اخد علاج انا وزوجتي وناس كتيرة معانا في البعثة، فالناس متوفرة تقريبا، موجودين تقريبا 24 ساعة. الحمد لله رب العالمين، ما حدش يوصف إحساس الحج طبعا، الحمد لله رب العالمين، كناش نحلم باللي احنا فيه ده. والبعثة الطبية بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له. البعثة الطبية أحسن حاجة وأحسن تنظيم، وما بتأخروش علينا في حاجة بصراحة يعني. ناس مشكوره، ما قصرتش معانا في اي حاجه، 24 ساعه العيادات مفتوحه، وقت ما بنعوز اي حاجه في اي وقت بصراحه ما بيتاخروش علينا، واي علاج بنطلبه بنلاقيه موجود وكله متاح الحمد لله. مع استئناف عمل العيادات الطبيه، اطباء البعثه يعملون بلا كلل او ملل لتقديم الخدمه العلاجيه لضيوف الرحمن، فالكل يعمل في منظومه متناغمه ليكون عند مستوى الحدث. محمد حلمي، التلفزيون المصري.